الصفاء تحت امرك في اي وقت. بس موضوع القاعده بتاعت الروس في السودان دي بقى لها فتره، بقى لها اكتر من سنه كاخبار، لكن لم تحدث لحد دلوقتي ولم تنفذ، فكلها اشاعات كلها اخبار. لان البرهامي طبعا قد يكون ليس لديه السلطه، والناس قد تستغله انه استخدمها او يدي قاعده بكده، لكن حتى الان مفيش حاجه مؤكده. اسمعي كل الاخبار، مفيش حاجه مؤكده بكده، فدي كلها اشاعات بس. انما وجودها هتعمل مشكله حاليا في السودان، لان يعني احنا عاوزين نحل مشكله الحلايب والشلاتين ونرسم الحدود عشان ننقب عن البترول في البحر الاحمر. هو بيقول لك انا ما عنديش سلطه، لو عملت سلطه الدوله الشعب هيقف ضدي. في نفس الكلام بالنسبه لي القاعدة البحرية اللي في السودان، الروسية في السودان، فكلها كلام مفيش حاجة مؤكدة يعني.